فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى؟ يعني لا، ليس عندك علم، ليس عندك علم فعلمك، هدى يعني علمك، علمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. نعم، ما هو ضال يعني من الضلال اللي هو ضلال الكفر أو ضلال، لا، ضال يعني لا يعرف تفاصيل الحكم الشرعي، علمه الله جل وعلا. نعم، وأنزل عليه الكتاب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.